شايف يا سعدة؟ شايف التدريجة دي؟ يا سلام. تسلم ايدك يا اسطى. يا ده هندس في ملافظه اللي تطلع من تحت ايده التدريجه دي والقفه ده ما يتقلوش يا اسطى، دي هندازه هلا. شايف؟ بالملي وبعشر الملي كمان، وربنا ولا الكمبيوتر يعمل تدريجه هيب زي دي. صح يا باشمهندس الورد انت. نعيما السالم. انا جاي اهو وانا جاي اهو. حط الشيشه هنا يا جمعه. الله، هي ليك ولا الاسطى مسعود هسه عبد متعال؟ ما تفرقش، حطها ومالكش دعوه. اوعى. مع الف سلامه السالم. ايه حيلك حيلك، هتحرق الحجر. بولع حالك يا اسطى. ساتنا، هو الواحد ما يعرفش يتهنى على شيشه وانت موجود ابدا؟ الحق علي، واحد غيري كان ساب الطنباك يتحرق على الفاضي. ما تسيبه يتحرق يا اخي، انت كمان ضار المطافي. طب خامس اصلا وانا لحقت. بعد الحقنه يا اسطى. يا ده هندس في ملافظك، بقول لك حقنه وقسطه ما يركبوش. ولا يا سعد متعال؟ دكتور مسعود. شايف؟ هي تتقال كده. عارف حقنة اخوك عبده، انا جاي لك حالا. امال فين عم اسماعيل؟ ابويا خرج بعد المغرب، معرفش راح فين، بس كان قلقان قوي على عبد. لا اطمني، الحقنه دي فيها الشفاء، اصل ستريبتوميسين ده ما يعلاش عليه ابدا. يا رب. بالشفاء يا عبد. انما وبعدين في السخونيه اللي مش عايزه تروح دي يا اسطى؟ قصدي يا دكتور. ايوه كده، هندزي في ملافظك. يا روحي عليك يا بتاع المنجاه انت. قصد كل صنعة وليها جواها يا روح، وانا بحلق ابقى قسط، اجدع قسط، انما وانا بدي حقنة دكتور اجدع دكتور. لكن وبعدين في السخنية اللي مش عايزة تروح لحد النهاردة دي؟ معلش طمني، دي تاني حقنة، اصل ستريبتوميسين ده لازم يتاخد كورس ست حقن على بعضها. الكورس ست حقن، احنا عندنا في الطب كده، الكورس ست حقن. اتفضل يا دكتور. مساء الخير. اهلا يا عم اسماعيل، كنت بسال عليك. مساء الخير يا دكتور. الله، انت جايب دكتور يابا؟ ما البركه في الدكتور مسعود. معلش وماله، روحية رايين احسن من رايي برضه، ده احنا كده نبقى كونسلت. ايه يا فحص اكلينيكي مسعود؟ من فضلك يا عم اسماعيل، انا بتفاهم مع الدكتور. ما تشغلش بالك يا دكتور، اصل ولد عبده ده ولد رمرام، ولابد انه تعاطى طبق كشري تلوث بالاتربه وتعرض لذباب نقل الجراثيم. حرارته كام؟ هو من جهه سخن، هو سخن. ايوه بس يعني الحراره كام؟ تقريبا تيجي كده ما بين 38 و40. حضرتك ما يستهاش بالترمومتر؟ وعلى ايه ترمومتر؟ ما هي باينة من غير ترمومتر اهي. مش حابة ترمومتر ابدا. ايه يعني؟ درجتين فوق درجتين تحت، ما تفرقش. ما تدقش يا دكتور. ما تدقش. حضرتك اخصائي؟ اي نعم. في ايه؟ في الهندسة. يعني حضرتك مش طبيب؟ امال بتعالجوا على اساس ايه؟ لا دي حاجات كده زي ما تقول سعادتك وهبة من عند ربنا. مش معقول. ازاي بتفكر بالمستوى ده وانت مهندس؟ مهندس ايه يا دكتور؟ ده حلاق. لا انا مش حلاق. أه؟ مش حلاق قوي يعني، انا حلاق مثقف، ثم انا اخصائي، اخصائي هندسه قص الشعر للرجال. الحراره 39 وشبتتين. شو قلت لسعادتك انها ما بين 38 و40؟ ما كانتش حابه ده كله، هي باينه زي الشمس، شويه وساخه في المصارين. سيب الدكتور يشوف شغله يا مسعود.
عين شوية وساخة في المصارين وهو هيخف ويبقى زي البومب إن شاء الله، بس لما يخلص الكورس. الإيه؟ الكورس. الكورس 6 حقن. الستريبتوميسين لازم يتاخد 6 حقن، وكل حقنة فيها 500,000 وحدة دولية. طب اوعى. واخدة بالك يا روحية؟ 500,000 وحدة دولية من بتوع الأمم المتحدة. مش عارفة الأمم المتحدة اللي جنب مجلس أمن دي على طول، ما أنت عارفاه. خير يا دكتور؟ عنده بارا تيفويد. مبسوط يا اسطى مسعود؟ أو طلع عنده تيفود مش وساخة في المصارين؟ ما هي هي يا عم إسماعيل، ما تفرقش. يعني تموت الواد وتقولي ما تفرقش؟ أنا كتبت له 6 حقن، ياخد حقنة كل 12 ساعة. حقن إيه يا دكتور؟ ستريبتوميسين. وال 12 يا عم إسماعيل. ده أنت رأيك كده. أمال إيه؟ هو أصل الأساس اللي يترمي في أرض رمل غير اللي يترمي في أرض طين. أما نيجي نرمي أساس في أرض رمل لازم ننزل بالأساس 3-4 متر عشان يشيل حمل المباني، إنما في الأرض الطين كفاية مترين. طب أنا على فكرة الأسمنت بيفرق. في الأرض الطين كفاية شعرة أسمنت على المونة، إنما في الأرض الرمل لأ. وأنت عرفت الحاجات دي إزاي يا أستاذ مسعود؟ إيوه، هو يعني لازم يكون عندي بكالوريوس هندسة عشان أعرف أبني عمارة؟ ده العلم ده وهبة من عند ربنا. نعيم يا سحاس. متشكرين. العفو. شكرا. شكرا. القرش ده مضروب. تعالى هنا. راح فين؟ ايه القرش مضروب يا اسطى؟ تقوم تجري ورا زبون في الشارع عشان تقرش مضروب؟ خليك لارج يا بنت. اقول لك مضروب يا اسطى. ماسح. وفين القرش؟ عرفك انت انه ماسح ده. ما هو حلو اهو اهو بالاعلط زي البرلنت. برلنت ايه يا اسطى؟ ما تبص فيه كويس، حقق فيه. ولا ايه اللي يخليني ابص ولا حقق ولا فعص في نعمه ربنا؟ يا دي دناوه نفس دي، خد بلاش بطل. اخد اعمل بيه ايه؟ ده ما يتصرفش. ان شاء الله ترميه في الشارع ولا انكش تجري ورا الزبون بالشكل ده. ارمي قرش ساق بحاله يا اسطى. يو مش عايز ترميه؟ ها ده انا ارميه انا. اديني رميه. اطلع بلاش يا اسطى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. دقن ولا شعر؟ لا دقن. اختصاصة بس بقى قال لك الموس على الزيرو احسن الزبون ده مبرد. خش. وتفتكر هيرضى عن عبد المتعال لسه مسعود؟ اه يا سلام، ايه اللي يرضى؟ ده ما يتاخرش عن خدمه ايوه حد ابدا. بس يمكن عشان متخانق مع ابويا. ابوك ده اصله راجل ذكر. يا سلام، جيت في وقتك. ابن حلال مصفي. اقعد اقعد يا جمعه. شيشه يا جمعه على حساب الاسطى مسعود. وعندك حمايه على حساب الاسطى مسعود وينصاب لحظه. انا نفسي افهم يا سعد متعال، مش انت اللي طالب الشيشه؟ اه. وانت اللي هتشربها؟ لا انا هولعها بس. يعني هتشربها؟ خلاص ما دام عايزنا اشربها اشربها وماله. حلو، يعني انت الطالب وانت الشارب. ادفع انا بتاع ايه؟ الله، وما مين اللي هيدفع؟ ها؟ انت؟ انا؟ يا اخي حرام عليك، هو كل حاجة انا 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 اللي اطلب، انا اللي اشرب، وعايزني كمان انا اللي ادفع؟ يا اخي اعمل شيء لله، ده الايد بطلة نيكسة. الله يجزيك يا صاحبي. تعال، ما كنتش خلفتك ونسيتك. لا، اللي خلفته ونسيته اهو. بخيل؟ لا بخيل، لازم ابوك زفر لسانه معاك. انا عارفه تسالوا زفر من المنبار والكرشه اللي بيبيعهم دول. ايه شتمك؟ قريت يا اسطى مسعود. امال ايه، ضربك؟ لسه، بس لو ما عملتليش الخدمه اللي انا قصدك فيها مش هيضربني وبس، ده هيدب السكينه في كرشي كمان. يعملها، ما هو راجل شراني. انما قلتليش ايه الخدمه اللي انت عايزني اعملها لك؟ اقول لك انا بقى. انت مش غاوي منجهة؟ طبعا انا ابو المنجهة، انا صاحب ومدير صالون المنجهة. استبينا، عايزينك بقى تتمنجه على نظر المدرسه بتاعتك. ايوه انا مستعد اتمنجه، بس اتمنجه اقول له ايه يعني؟ اقول انا دكتور؟ لا. انا محامي؟ لا لا. انا مهندس؟ برضه لا. امال اتمنجه اعمل ايه؟ تعمل ابو بخيت. انا اعمل ابو بخيت؟ تتحايل على الناظر شويه لانه رافض الولد من المدرسه لحد ما يجيب ولي امره. لا 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 يا سعد، تعال
انا اعمل مصافي قرشاتي يا خدمه البخيت. ده برضه زبونك وابن حتتك جابوها لو عارف هيدب السكينه بكرش يا اسطى. يلا اعمل الحكايه دي علشان خاطري انا، علشان خاطري انا. بس دي لا مؤاخذه قله قيمه مش من جهه دي بقى. انا مسعود البرعي شعبان اعمل بياع كرشه وفشه ومنبار على اخر الزمن. يا هيكل قول لي يا ابني ايه الحكايه بالظبط؟ الحكايه يا سيد مصطفى ان ابنك اعتدى بالفاظ بذيئه جدا على مدرس اللغه الفرنسيه. الفاظ بذيئه وعلى مدرس اللغه الفرنسيه كمان سترو. اما انك ولد جبان بصحيح، ازاي تشتم مدرس اللغه الفرنسيه وهو ما يعرفش عربي؟ طب نقي لك واحد مدرس يعرف يرد عليه. ما هو اللي قال لي انت بليد يابا، وقالها لك باللغه العربيه ولا بالفرنسيه؟ باللغه العربيه. كل دوماج بقى حضرة الناظر، المدرس ده مش قادر يقول للولد فوزيت تريمو في. امال مدرس لغه فرنسيه ازاي؟ يا سيد مصطفى انا مش مستدعيك هنا عشان تحاسبني على مدرس اللغه الفرنسيه. امال مستدعيني علشان ايه؟ علشان تأدب ابنك ده. طبعا هأدبه، الاب لازم يأدب ابنه. سيلا في اثبت يا بيتي جارسون. مش ماليش يا اسطى. سين بيان ولا انكور؟ انكور في ايدك يا اسطى. انكور؟ لا بقى كفايه كده. على العموم الضرب مش هينفع هنا حضر الناظر، ليك عليا انا هاخده في البيت اكتفه وانزل عليه بالقايش لغايه ما اسلخ جلده. ادبه زي ما يعجبك، المهم نضير التعهد ده. اذا صدر منه بعد كده ما يخالف النظام في المدرسه هيفصل فصل نهائي من التعليم. لا يا ربنا ما يجيبش فصل ان شاء الله. امضي لك وين؟ هنا. اسم؟ وين؟ بيان. مصطفى عبد ربه القرشاتي. يا روحي شوف كده حط ناظر. حلوه الفرمه مش كده؟ بتعمل ايه هنا يا مع الراجل الدادلي ده؟ ايه ده يا جدع انت ده؟ قلت لك ابوك راجل زفر ما صدقتنيش. انا زفر يا بارد يا حداد الحمير. الله، ايه يا جدع انت اللي بتقوله ده؟ عدم المؤاخذه يا حضره الناظر، محسوبك مصطفى عبد رب الكروشات ابو الواد الصايع ده. ايه؟ انت ابوه؟ اه. امال ده ايه بقى ايه؟ ده الحلاق اللي في الحته، مسعود البرعي. شعبان يا حضره الناظر. كده؟ وعمال تحبس في دمي من الصبح وتحاسبني على مدرس اللغه الفرنسيه. الفرنسيه من فضلك. اخرس. انا حوديك في داهية، ان ما كنت لبسك قضية ما بقاش انا حبيب عطية. اديني النيابة العمومية. يا خلي الله، شوف انا سعيد كل العالم دي جاي عشان يسمعوني. يسمعوك ليه؟ انت هتغني يا اسطى؟ غني يا جاي، جايين يسمعوني وانا بترافع. يا سلام يا سلام يا روحي، لو كنت شفتيني وانا بناقش النيابه حاجه حلوه قوي قوي. امال يا اخوي، هو انت هتقول لي رخر وكيل النيابه اول ما كبسته ما بقاش عارف ياخد معايا حق وانا باطل، قال يفرج عنه فورا. ايوه بس بكفاله يا اسطى. ومالها كفاله؟ يا كفاله عيب ولا قله قيمه؟ كفاله ما بيدفعهاش للراجل المؤتدر. امال يا اخوي، مؤتدر ونص. بس مش مزعلني ان وقفتك كده في القفص. معلش يا روحية، ما هو مدام متهم لازم اقف في القفص. العسكري قال لي كده الصبح، انما عارفه اول ما الجلسه تفتح والقاضي بقى يسمع المرافعه اللي انا محضرها هيقول ايه؟ مسعود ابو رعا شعبان روح براءه. ان شاء الله يا اخويا ان شاء الله. بقى كل اهل الحته يجوا جملوني وحضرته ما يجيش. اما راجل خسيس صحيح. لا يا اسطى، ده هو قال انا رايح بس للشركه قيمه ساعتين، اخد اذن بقيمه ساعتين وبعدين اجي على هنا حالا. بقول لساعتك في واحد صاحبي عنده قضيه في المحكمه ولازم احضرها. اخرج بره. طب اديني اذن ساعه واحده بس. قلت لك امشي اخرج بره. طب نص ساعه اروح للمحكمه اوري له وشي وارجع على طول، ياخد على خاطره مني. هتخرج بره ولا لا؟ حاضر كده. ده لسه خاصل مني 3 ايام امبارح. استنى عندك. نعم يا فندم. تشرب ايه يا دكتور ماجد؟ عصير برتقال. حاضر.
ولا وحطوك في القفص يا مسعود؟ اول ما نجملك في رمضانك ورشاطي. حلو يا اسطى، ولو انك دايما دمك بارد انما ساعتي يبقى دمك خفيف. وانت ولو ان دايما لسانك زفر انما ساعات بينقط سكر. يعني خلاص اتحدد ميعاد سفرك بكره يا دكتور؟ وحجزت في الطياره الساعه 6 صباحا اكون في المطار ان شاء الله. هتوحشنا قوي يا دكتور. اتفضل العصير، بس برضو لازم تحضر اجتماع الليله. مش معقول يا عبد اللطيف بيه، ده انا يا دوب اجهز نفسي. على فكره ما تعرفش محل بتاع اشغال جلديه كويس؟ اخد منه شويه هدايا معايا، انت عارف الاجانب يحبوا الحاجات دي قوي. عليك وعلى خان الخليلي، في واحد في حتتنا بيعمل الحاجات دي كويس قوي. انت مالك انت؟ امشي اطلع بره. حاضر. استنى، انت اسمك ايه؟ محسوبك عبد المتعال. بتقول تعرف واحد بتاع اشغال جلديه كويس؟ ما تصدقوش يا دكتور، ده راجل نصاب. فين الراجل نصابه دي يا عبد اللطيف؟ يا ساتر يا رب. ايه في ايه؟ الوليه القرشانه جت. قرشانه؟ قرشانه ايه؟ الست عزيزه هانم صاحبه الشركه. انت لسه واقف يا بجم؟ امشي اطلع بره. اتفضلي يا ست هانم. ايه دي اتفضلي بلد عبد المتعال؟ شركات ابوكي دي؟ دي شركات جوز عظمتنا حسن بيك كاظم. الله يرحمه يا ست هانم ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه. ايه ولا الطوبه دي؟ زوج حضرتنا نامي في جنات تحت راسه طوبات؟ طوبه حرير يا ست هانم، طوبه ريش نعام يا ست هانم. ايوه ولد ايوه، انت افهمي كويس، في جنات بتاع اعيان انا اديك مكافات 1 جنيه. ايوه مشكور. 1 جنيه. تحبي بقى تشربي ايه؟ كركديه، قهوه، جنزبيل؟ امشي اطلع بره. ايه بره دي؟ استني ولد عبد المتعال، انتي وطرديها من هنا ليه؟ شركات ابوكي دي؟ لا 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 لا، ده اصبح شيء لا يحتمل يا عزيزه هانم، ده انت لسانك طول قوي. ايفات وانتي ايدك طول قوي، اسرق انهب قلطش فلي الشركات. انا افلي الشركات؟ انا اللي تعب نفسي وحارق دمي عشان انقذ الشركه من الخراب. خراب دي جت على ايديكي انتي وايدين زفت امين بك المساعدات بتاع ماليات عشانك. بتاعي انا؟ مش حضرتك اللي قلتي نصابه بيه عبد اللطيف عين دكتور امين بيه مستشار مالي شركات؟ ايفات ايفات، نصابه بيك عبد اللطيف، امينه بيك دي مش تمام، امينه بيك دي مش مظبوطه. ليه؟ كان لازم يجي في شركات الساعه 8 اللي هي لسه نايمه في سرايات. سرايات ايه يا عزيزه هانم؟ الدكتور امين ده غلبان زي حالاتي، يعني يا دوب اسكن في شقات محترمات. ايفات اسكن في شقات محترمات فخمات انهب شركات. اقفي. نعم. اقفي. اقفي. اقفي ولد اقفي. حاضر. دوري. افندم. دوري دوري دوري. نصابة. لا بقى يا هانم، دي اهانة. مين دي؟ ده الدكتور ماجد صفوان. انت دكتورة افهمي في طحالات كويس؟ ايه الطحالات يا هانم؟ الدكتور ماجد دكتور سوس ادب سيس خرسيس. انا اكلم حضراتكم عشان انت ترد عليا. انا اكلم ولد دكتورة ماجدة، هي اعرف رد دي، عاوزاني اموت عشان انهب شركات. خلاص فضل يا سيدي، شوف طحالات عزيزة هانم. ايفا دكتورة بعد اكل ظلمات هنا اوقع اوقع. شوفي 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 دكتورة اوقع اوقع هنا هنا. ايوه بس انا مش دكتور في الطحالات. في كبدك؟
في مصرنات، في مرارات، في كلوات، كله 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 تعبان تعبان. بصي شوفي شوفي شوفي. يا 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 هانم يا هانم، أنا مش حكيم، أنا دكتور في الاقتصاد. اقتصاد. ما أنا من الصبح عاوز أفهمك، الدكتور ماجد أكبر خبير موازنات في الشرق الأوسط. نصابة نصابة، كله 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 نصابة. جالبوريا جالبوريا الولد. جالبوريا قربي قربي. قربي. كمان كمان اجلسي هنا جالبوريا، اجلسي هنا. ولد عبد المتعال. افندم يا ستي، هات واحد قهوة سكر يوك، مفهوم؟ مفهوم يا ستي. استني ولد، هاتي كمان واحد شاي عشان نصابة. مرسي يا هانم، انا بشرب برتقال. قدامي اهو. تشربي شاي، انا قلت تشربي شاي، لازم 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 تشربي شاي. خلاص يا دكتور ماجد، ما دام عزيزه هانم طلبت لحضرتك شاي تبقى راضيه عنك. عقبالنا يا سيدي. نصابة بيك ولدة، هاتي كمان نصابة بيك عبد اللطيف، واحد 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 سم عقربات، واحد سم حيات. انت كويسه خالص، انت ظريفه خالص، انت تعالي الليله في اجتماعات عندي. ها عبد اللطيف بي قال لي، بس في الحقيقه انا ما عندي وقت. لا لازم تيجي، عبد اللطيف بيك خرب شركات، انت لازم تيجي عشان صلح شركات. ايوه بس يا عزيزه هانم الحقيقه يعني انت لازم تيجي. صوص ادبسيس خرسيس، انا قلت انت تيجي تصلح شركات، لازم 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 تيجي تصلح شركات. حاضر حاضر يا عزيزه هانم، انا حاجي اصلح شركات. خلاص اديها عنوان سرايا علشان مش تتوك في طريقه. ليه هو الاجتماع مش هنا في الشركه؟ هو كان المفروض يا سيدي، بس عزيزه هانم مصممه تعمله عندها في السرايا. امرها يا سيدي. نصابة بك، انا عيانة، هي عاوزاني انزل في سقعات علشان ايه؟ اخد التهاب رؤويات، اخد روماتيزميات، اخد نزلات شعبيات. حيوانة دي عايزاني اموت علشان هي انهب شركات. قهوة دي سكر يوك؟ ايوه استاذ. يلا ولد اخرجي برا، سكتر برا. يلا ولد عشان في مداولات بخصوص اصلاح شركات. ايوه يا ست هاني، بنت انت ست طيبه وبنت حلال، وربنا هيدخلك الجنات مع المرحوم زوجات باذن الله تعالى، وتحطي راسك جنب راسه على طوبه حرير. ولد طوبه حرير، عاوزاني اموت عشان ادخل جنات، عاوزاني اموت. بعدين ولد بعدين يا حماره، بعدين بعدين. طبعا ست هانم، بعدين بعدين بعد عمر طويل ان شاء الله. بس بطلب من حضرتك اذن ساعتين اروح المحكمه اخدم واحد صاحبي يعني كده، وارجع على طول. حبيبي واحد حبيبي. حبيبك دي حراميه؟ لا يا استاذ. امال عشان يروح محكمه جنايات قدام قاضي جنايات؟ عشان ايه؟ لازم حراميه، لازم نصابه زي عبد اللطيف بيت نصابه. لا يا ست هاني مش نصابه، ده واحد حلاق صاحبي ما يتخيرش عن حضرتك ابدا. ولد عبد المتعال حلاق زي انا؟ حلاق يا حماره زي انا؟ انت كلبة يا كلبة. انت حيوانة يا حيوانة. انت بهيمة يا بهيمة. ولد نصابة بك، ارفض ولد عبد المتعال. لا لا لا، اعملي معروف اعملي معروف، انا خارج. انت مسعود البرعي؟ شعبان يا سعادة البيه. بتشتغل ايه؟ انا صاحب صالون المنجهة واخصائي هندسة قص الشعر للرجال. تشرفنا. الله يشرف مقدارك يا سعاده البيه. معاك محامي؟ المحامي على ايه يا سعاده البيه؟ الحكايه هايفه مش مستاهله. هايفه ازاي يا بني ادم؟ انت متهم بانتحال صفه الغير وتزوير في اوراق رسميه. اولا ده مش انتحال لصفه الغير، لان الغير ده ملوش اي صفه عشان انتحله. يطلع ايه مصطفى عبد الرب الكرشاتي ده؟ ده حته بياع كرشه ومنبار على راس الشارع. انما انت قلت انك هو ولا لا؟
اي نعم قلت هو، انما خدمة ساعة البيت. اسمع يا مسعود يا بابا. شعبان ساعة البيت. نعم شعبان اسمي كده ساعة البيت، مسعود البرعي شعبان. اصل جدي الله يرحمه كان اجدع حلاق في الحلمية الجديدة، واسمه زي ما تقول سعادتك ماركة مسجلة، تريد مارك. ها طيب انا عاوز افهمك يا مسعود يا برعي يا شعبان. ايوه. ان التهمة بتاعتك دي ما هياش هايفة زي ما انت فاهم، وانا انصحك انك توكل محامي. اذا ما كنتش تقدر توكل محامي المحكمة مستعدة تنتدب لك واحد. سعادة البيه المحكمة تشكر على الانسانية دي، انما يعني المسألة مش حابة محامي. هو يعني لما مؤاخذة المحامي هيتكلم احسن مني؟ انت ما انتش عارف تدافع عن نفسك. انا؟ طب ده انا احسن واحد ادافع عن نفسي. بس يلا سعادتك اتوكل على الله واسألني وانا دافع. ما هو انا لو خدتك بكلامك تبقى اعترفت. انا ما اعترفتش بحاجة بيه. لا انت اعترفت من غير ما تاخد بالك. اعترفت من غير ما اخد بالي ازاي وانا لا مؤاخذة مسطول؟ انت انتحلت صفة مصطفى عبد ربه. انا ما انتحلتش حاجة. ادعيت انك هو. انا ما ادعيتش، لان انا راجل عندي ذمه وما بتبلاش على حد وما بدعيش حاجه على حد. قلت انك هو ولا لا؟ اي نعم قلت، انما خدمه زي ما انا قلت لسعادتك. كويس، يعني رحت مع الولد المدرسه وقلت للسكرتير انك مصطفى عبد ربه الكراشات. حصل سعاده البيت. والسكرتير دخلك عند الناظر وقلت برضو قدامه انك مصطفى عبد ربه الكراشاتي. حصل. حصل ساعة البيت. اهو كونك قلت انك مصطفى عبد رب الكراشاتي قدام السكرتير والناظر تبقى اعترفت، مفهوم؟ يا خبر بقى، انا لما اقول ان انا مصطفى عبد رب الكراشاتي ابقى انتحلت صفة الغير؟ حاجة غريبة خالص. ده انا ياما قلت ان انا دكتور ومحامي ومهندس ومحدش قال عليا ان انا بنتحل صفة الغير. ويطلع ايه مصطفى عبد رب الكراشاتي؟ ده حتة بياع كرشة وصريح كمان. لم لسانك يا مسعود احسن. استنى استنى. نعم فاكر. انت قلت انك دكتور ومهندس قبل كده؟ ومحامي وصحفي وفنان ومحاسب، اهو زي القعدة ما تحكم بقى بيه. يعني حضرتك بتشتغل نصاب؟ لا سعادة البيه، انا مش بشتغل نصاب، انا بقول لسعادتك زي القعدة ما تحكم. ايه هي بقى القعدة دي اللي بتحكم؟ انا مش فاهم. انا افهم سعادتك، بس لمؤاخذة ما تقولش على النصابة دي. طب اتفضل فهمني يا مسعود يا برعي. شعبان يا سعادة البيه. حاضر يا سيدي. شعبان اتفضل. فانا سعادة البيه زي ما سعادتك شايفني كده، راجل مزاجة طول بعرض بمنجهة. طب واحد ماشي، البدلة ده مكلفني 70 جنيه بيه. خلينا في الموضوع. ايوه سعادة البيه، اصل اخلص بقى انا اشطب، اول ما اشطب الصالون اخد الواد سعيد صوي ده ونطلع بقى نفرفش سعاده البيه. اصل احنا نحب الفرفشه قوي قوي. هو الواحد واخد ايه من الدنيا بيه؟ ده الانسان فيها ضيف ولا ايه يا سعاده البيه؟ طيب بتروح وتسهر وتفرفشوا فين؟ اهو في انضف محلات البلد، كازينو على النيل، قهوه فرنج من الهاي، سيما درجة أولى من بتوع التكييف. أهو زي القعدة ما تحكم سعادة البيه. ها وبعدين؟ وبعدين سعادة البيه لما بنروح في الأماكن الحلوة دي بتيجي قعدتنا جنب ناس محترمين قوي ونضاف، دكاترة محاميين مهندسين. وبعدين؟ وبعدين سعادة البيه لما نتعرف بالناس دي ما يصحش أقدم لهم نفسي على إن أنا حلاق. تقوم تقول لهم إنك دكتور. مش دايما، ساعات دكتور، ساعات مهندس، ساعات صحفي، ساعات فنان، اهو زي القعده ما تحكم بيه. يعني مفيش حد كشفك ابدا؟ لا يكشفني ازاي يا سعاده البيه؟ كشفنيش ابدا. وانا بقى ايه، حدق ومنظر زي ما حضرتك شايفني. انا بقى مع الدكاتره اعمل محامي، ومع المحاميين اعمل مهندس، ومع المهندسين اعمل صحفي، وهلم جرب. ومفيش حد كشفك ابدا؟ يكشفني ازاي يا سعاده البيه؟ وانا بقول لسعادتك انا طول بعرض واخر منجهه. يعني في الكلام ما بتنكشفش؟ ما حدش بيحس انك ما بتعرفش حاجه ابدا، لا في المحاماه ولا في الطب ولا في الهندسه ولا في القانون. لا يا سعاده البيه، ما انا اصلا مؤاخذه حدق، انا في وسط المحاميين اعمل دكتور،
في وسط الدكاترة أعمل مهندس، وفي وسط المهندسين أعمل صحفي، وهلم جرة. هلم إيه؟ هلم جرة ساعة البيت. إيه ساعتك متعرفهاش؟ لا والله ما حصليش الشرف. هلم جرة دي بقى ساعة البيت يعني هكذا دولي كمان. آه إيه أنت متعرفش هكذا دولي كمان ساعة البيت؟ وبعدين بقى معلش يا مسعود يا برعي، شعبان يا ساعة البيت. شعبان أنا آسف. لا لا عفوا ساعة البيه، واحنا قد المقام بقى يا سيدي. هلوم مجرا يعني هكذا دوليك. ساعة البيه والاتنين زي ما بيقولوا في الانجليزي اتسترا اتسترا اتسترا. يا عيني يا عيني، وبتعرف انجليزي كمان؟ امال ساعة البيه، ده انا عجبك قوي، ده انا قعدت في اولى ثانوي 3 سنين. حظ معاك كده مسعود، اعمل ايه؟ لازم تروح لها بقى الليله زي ما وعدتها. هحاول بس يفضل ارجع لها بقى احسن ترفدك. لا ما تخافش. مع السلامه. مع السلامه. بقول يا عم تعال. ايوه فندم. انت بتقول ان في واحد بتاع اشغال جلديه في حتتكم؟ امال ساعه البيه شغل نظيف واسعار متهاوده. طب اوصفه لي. لا يستحسن اجي معاك لان الراجل معرفه عشان ينقي لك كده بضاعه كويسه. طب اجي لك الساعه 6 فين؟ انت عارف الحلميه الجديده في صالون هناك اسمه صالون المنجاه. المنجاه مره واحده. بتاع الاسطى مسعود ابو المنجاه هو بيقول كده. اهو بقى حضرتك تجيني الساعه 6 هتلاقيني في الصالون ده، يا تلاقيني في القهوه اللي جنبه. لا خلي ميعادنا في صالون المنجاه، اتفرج على ابو المنجاه اللي بتقول عليه ده. بس انا بقول من باب الاحتياط يعني، خلي الميعاد في القهوه، خليه في القهوه. علشان الاسطى مسعود دلوقتي واقف قدام القاضي ويا عالم هيحكم عليك بايه. انت بقى زي ما هو ثابت في كلامك كده انك انت مدمن انتحال صفة الغيرة. ما حصلش يا سعادة البيه انتحال ايه وصفة ايه بس؟ انت عارف اولا يعني ايه انتحال صفة الغيرة؟ طبعا عارف. طب يعني ايه؟ يعني لمؤاخذة اجيب راجل كده وانتحل صفة. ازاي؟ يعني انت حلها. لا 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 انت ما انتش فاهم، انا هفهمك تسمح لي. يا سلام يا سعادة البيه، ده سعادتك تؤمر، اتفضل فهمني بيه. يا مسعود يا برعي. شعبان يا سعادة البيه. شعبان يا سيدي انا نسيت. انت لما تقعد مع واحد وتقول له انك انت محامي وانت ما انتش محامي تبقى انت حلت صفة الغير. ياه دي شوية منجهة وفانتازية بيه. وجريمة في نفس الوقت. يا نهار اسود، ده انا بقى روحت في داهي على كده بقى. مظبوط. ودي لمؤاخذة فيها حبس كتير يا بيه. لا 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 ما تنعش هم، انا هخدمك في الموضوع ده قوي. ربنا يخليك يا سعادة البيه وما يحرمناش منك ابدا. نيجي بقى للتهمة التانية، التزوير في اوراق رسمية. لا بقى سعادة البيه، الا دي ديكها قلنا انت حال صفة الغير ما كنتش عارفها، انما التزوير ده انا عارفه كويس قوي قوي. ثم لو سمح الله انا ازور ليه بيه؟ ده انا راجل مقتدر وعندي صالون حلاقه محترم وبيدخل لي 5-6 جنيه في اليوم. طيب تعالى عندي كده. هاجي يا بيه. بص في الورقه دي. بصيت يا بيه. مش دي امضتك ولا لا؟ لا يا سعادة بيه. لا ازاي؟ مش انت اللي كاتبها؟ اي نعم انا اللي كاتبها. ما هو انا كتبتها بدل مصطفى عبد رب وكرشات، انما الفيلم مش حلو ساعة البيت. جدا جدا. مش انت اللي مضيتها؟ ايوه ساعة البيت انا مضيتها. ما هو اصل حضرة الناظر قال لي ايه؟ قال لي امضي هنا عشان بخيت يرجع المدرسة وما يتفصلش من التعليم نهائي. فمش معقول كنت امضي مسعود البرعي شعبان وانا لسه قايل له ان انا مصطفى عبد رب الكرشاتي. فمضيت اسم مصطفى عبد رب الكرشاتي. اي نعم. اهو ده التزوير يا حجة. تزوير ايه يا سعادة البيه؟ هو لا مؤاخذة دي ورقة بنكنوت اقلدها؟ دي حتة ورقة هايفة بالورق المدرسة. بس ورقة رسمية. لا رسمية ولا خيرية يا سعادة البيه، ده انا مستعد اجيب لك 100 ورقة زيها من مقلة الحمصاني بيبيعوا فيها لب وحمص. اسمع يا مسعود يا برعي. شعبان يا سعادة البيه. شعبان يا سيدي انا نسيت، انت باين عليك على نياتك. لا يا سعادة البيه ده انا افهمها وهي طايرة. طب اسكت بقى خلينا اتكلم. حاضر هسكت يا سعادة البيه. اي نعم انا جاهل صحيح، انما عبيط لا. قلت لك اسكت خلينا اتكلم. حاضر هسكت يا بيه. انا عبيط ده انا افهم كفت،
اسكت خالص. حاضر يا بيه. ما تطلعش ولا كلمه من بوقك، فاهم؟ حاضر. اتفضل روح القفص. هروح القفص. نظرا لثبوت تهمتي انتحال صفة الغير والتزوير في أوراق المدرسة، وهي أوراق رسمية حيث تتولى طبعها إحدى الجهات الحكومية، ونظرا لحسن نية المتهم وعدم تعمده الإضرار بالغير، فقد حكمت المحكمة حضوريا على المتهم مسعود البرعي. شعبان يا سعادة البيه. اخرس. خرست يا بيه. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم مسعود البرعي شعبان بالحبس 6 شهور مع إيقاف التنفيذ. دكتور مسعود، هو احنا ملناش نفس نشرب الشربات احنا كمان ولا ايه؟ كان على الشربات انا مستعد ابعتلك فنطاس، بس اعملي معروف بقى حكايه دكتور دي بلاش منها، ده انا لسه واخد 6 اشهر في كراشاتي مع ايقاف التنفيذ يا اسطى. حلاق اسمك يا اسطى، انا جاي لك حالا. ولو انك حلاق حمير وراجل بارد في افعالك، انما الف مبروك الافراد. ولو انك بياع لحمه كلاب وراجل زفر في هدومك وزفر في كلامك، انما الله يبارك فيك. بالحضن يا راجل يا بارد. بالحضن يا راجل يا زفر. دور شربات كمان لعمك المعلم درش يا جمعه. انا جاي اهو. اهلا اهلا يا معلم درش. اهلا بيك. دي خطوة عزيزة. يا عز بقدارك يا اسطى. أنا صحيح اتسببت في قفشك في المدرسة، إنما ما كنتش عاوزها توصل للنيابة والمحاكم. ولو كان القاضي سألني النهاردة كنت شهدت في صف. ما أنت ابن حتتي برضه. تعيش يا معلم درش. طب ما أنا كمان غلطت فيك قدام القاضي، إنما المؤاخذة دي كانت مرافعة، والمرافعة تحكم. اوعوا من وشي، اوعوا من وشي، محدش يمسكني، محدش يقرب مني، محدش يجي ناحيتي، محدش يمسكني خالص، اوعوا من وشي. جراده بها. هو حد جه جنبك ولا مسكك؟ يلا وريني هتعمل ايه. اخو تعال. يلا انت معايا ولا معايا يا اسطى؟ لا طبعا معاه، ده اخصائي التغذيه، ده كله بروتينات يا ابو غفر. شايف بروتينات اصله؟ مؤاخذه جاي من بعيد ساحب علينا السطور وهو جاي. دي بروباجندا، اعلان عن وصول اجود انواع الفشه والمنبار والكرشه، شرفونا تجدوا ما يسركم. يا سلام، هو ده اللي مزعلك وحمقك يا سي السعيد؟ هم عقل عيال صحيح. اصل يا اسطى كنت بوضب مصارين عجل بتلي، سمعت الزغاريد قلت اكيد خلصت اجراءات الافراد، جيت جري على طول بعمل كده عشان ابارك. ايه غلطان؟ عداك العيب يا معلم درش، سيبك منه، ده واد غوف، هو طول عمره كده مخه زينك. نعم يعني خلاص صلحته. طب والموس اللي قاعده سن فيه ده ليا ساعه جوه، عامل بيه ايه ده؟ لا مؤاخذه ده تحلق بيه فكه تريل. وجب معلم، وجب اصل مسعود. اعلان هام لجميع الحالقين اللي مش لاقيين يحلقوا، ابتهاجا بالحكم على الوسطى مسعود البرعي شعبان لمده 6 شهور حبس مع ايقاف التنفيذ يا مغفر. ماشي، قررنا نحن سعيد ابو سنه مساعد اخصائي قص الشعر للرجال التبرع بحلاقه عدد 5 دقون مجانا. برادة تغف، انت بتفنجر على حساب يا مغفل. دي مناسبه يا اسطى. هو انت لا مؤاخذه بيجرجروك على النيابه كل يوم؟ ست سناء، الساعه معاك كام ولا مؤاخذه ست سناء؟ 1:05 لمؤاخذه. يا ترى عملت ايه يا اسطى مسعود؟ اتفضل طيب بيجو. ايوه يا فندم، بس معاه عزيز هاني مش شنكيه. اعوذ بالله. حقيقي انا ما اقدرش ادخلك عنده وعزيزه هاني موجود. صباح الخير دكتور امين. على فكره عزيزه هاني سالت عليك اول ما جت. سالت عليك العافيه يا اختي. اهلا يا بصيري. ها خير؟ صباح الخير يا دكتور.
انا كنت عاوز عبد اللطيف بيه علشان يمضي لي الشيك بتاع الدبابيس. دبابيس ايه دي؟ 1500 باكو دبوس سلك لزوم تدبيس النايلون لتغليف منتجات شركتكم. وريني اوراق. اعزب انت مش قبضت الدفعه دي قبل كده؟ اهلا يا ابو سيري، شرفت. اهلا. انت شربت حاجه ساعه ولا لسه؟ لا والله لسه. مبروك كمان مره يا اسطى. الله يبارك فيك، نجملك في المسرات ان شاء الله يا معلم دارش. الله يخليك يا اسطى. امال فين سعد متعال عشان اصالحه ورا اخر؟ لا 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 ما تصالحوش، انا زعلان منه خالص. والله ده اتخانق معايا وخصمني علشاني. راجل دي حركات كلام بالبوق، انما فعل مفيش. لا لا لا، سعد متعال راجل طيب وبيحبك. حبيني ده ايه؟ دي انتهازيه. ده راجل انتهازي بيحبني بس عشان المشاريب والطلبات اللي بلهفها على حسابي، انما ساعه الجد تبص ما تلاقيهوش. او عندك النهارده مثلا كل الناس جت جملتني وهو الوحيد اللي محدش شاف خلقته في المحكمه. ما يمكن معرفش ياخد اجازه من الشغل يا اسطى. ولو طب ما هو عم اسماعيل اللي بيشتغل ملاحظ عمال قد الدنيا، لما ما رضيوش يدوله اجازه النهارده فات عليا بالليل وطيب خاطري بكلمتين، والصبح بعت لي روحيه وعبده في المحكمه. لا لا لا، ده راجل فلس وانتهازي وانا مش عايز اعرفه بعد كده خالص. الليله باذن الله لازم هنوضع خطه لاصلاح الشركه. مع السلامه يا عزيز هانم. اسمعي، الساعه 9 تمام كل خبراء بتوعك دي يكونوا عندي في سرايات، خصوصا دكتور ماجد لازم يجي، اللي مش يجي منهم ارفديها. ده انا اشنقه عشان خاطرك مش ارفده بس. مع الف سلامه يا ست هانم. اها ولد عبد المتعال. نعم. انتي ولد ما رحتش لزيارات لصاحبك في محكمة جنايات؟ ما انتي سعادتك ما رضيتيش تديني اذن. لا 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 لا، روحي الولد، روحي الولد. ربنا يخليك. امشي. استني 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 ولد، استني افتكر. نعم استني. امسكي ولد، دي 50 قرش الساق عشان تشتري لصاحبتك توستات، بقلاوات، حلوات، طحينات، عشان حراميات، نصابات، مزيل سجنات. ربنا يعمر بيتك يا ست هانم، ربنا يعمر شركتك دي بالذات. اها شركتي بالذات. عشان ايه شركتي بالذات ولد؟ علشان المرحوم كاظم بيه ربنا يبشبش الطوبه اللي تحت راسه. اها مظبوط ولد، شجوزال شجوزال. انت ولد ظريفه وتعرف تكلمي. تمام تمام. يلا يلا يا نصابة بيك. يلا مع السلامة ست هانم. مع ألف سلامة يا ست الكل. بوركة الدهية تشيلك ولي قرشانة. أعوذ بالله على الناس اللي ما يعرفوش ربنا، أنا مالي ما ينحرقوا ببعض. رايح فين يا زفت الطين انت؟ انا رايح محكمه الجنايات لصاحبي، مش واخد اذن قدامك من عزيزه هانم. وانت بتشتغل عند عزيزه هانم ولا عندي؟ ما قلناش حاجه يا فندم، بس عزيزه هانم صاحبه الشركه وكلنا يعني كلنا من البوابه لغايه حضرتك بنشتغل عندها كده. كده. طب لو اتنقلت من قدام باب مكتبي قبل الساعه 3 حرفتك وبوريني بقى اللي كلنا بنشتغل عندها دي هتنفعك بيه. انت ما وراكش غير الرفض والخصم. يا ساتر، ده مش بني ادم، ده الامر لصاحب الامر. يا ساتر، نشفت ريه، الله ينشف دمها. عبد اللطيف، اصل طريقتك العصبيه دي ما تنفعش. انا سبق قلت لك والف مره خليك ناعم وانت تحطها في صباعك زي الخاتم. انا نفسي احطها في مركب مخرومه وارميها في وسط البحر. ها يا ابو صيري، استكملت الاوراق؟ كل شيء جاهز، مش فاضل غير امضي سعادتك على الشيك. هات يا عبد اللطيف. من رايي ما تمضيش النهارده. ليه؟ في حاجه؟ دكتور امين بيقول ان عندكم اجتماع الليله وعاوز ياجل كل حاجه لبعد الاجتماع. طب وايه علاقه الاجتماع بالموضوع ده؟ يا سيدي احتياطه بس، انت عارف بكهات الدبابيس دي سبق انها اتوردت قبل كده واتقبض ثمنها 4 مرات، نفس الكمية، نفس الباكوهات، نفس الفواتير. الأضمن نستنى شوية لحد ما نشوف الاجتماع ده هينتهي على ايه. يا راجل
ده اجتماع استشاري، دول شويه جماعه دكاتره هيقعدوا يرغوا ويفتوا شويه افكار لاصلاح الشركه، لا ليهم دعوه لا بالمستندات ولا بالاوراق. ها اتفضل يا ابو سيري ورد. جاهز وتحت امرك. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شرفت. اتفضل يا سيدي، وما تبقاش تعطل الزباين تاني، دول 100 جنيه عدهم. طبعا هعدهم، امال هعتمد على عدك يا سعد لطيف؟ ما تزعلش مني، اصل انت ليك سوابق.